اليوم جين ما بدأ منك وقت كتير، بدأ منك 10 دقايق لتصيري تشعري بشكل أفضل وأحسن وتحسني هيك من نفسيتك إذا كنت محبطة بخصوص الجمال مع جين. صباح الخير جين. صباح النور. يعني اليوم المقدمة كانت مظبوطة مثل ما رح تشرحي. هلا مش ضروري تكون محبطة، يعني ما بدنا نوصل للإحباط، لأنه إذا صرنا محبطة بدنا بسيكولوج، بدنا FA2، بدنا محبطة على صعيد أخف من هيك. لا مش هون وصلنا. لا أنا بنصح كل الستات أو يعني كل جمعة يخصصوا 10 دقايق لإلهم، فيها تكون بالبيت، فيها تكون بانستيتيو. هلا حنشوف الصور كيف نحس حالنا حلوين، لانه بتعرف بتعلي المعنويات بطريقه مش طبيعيه. يعني انا بعرف من حالي اول ما الست تفوت لعندي على الانستيتيو اللي هي انت احلى من التي في، هلا هي اجمالا فيها احباط بس بنبسط انه وحده عم تتغزل فيي. سو اتس فيري نايس. الستات بالانستيتيو عندي بيعلوا لي كثير معنويات، عشان هيك الحمد لله وجوزي بالبيت. سو ضابطه، بشكر الله. هلا كيف انتو يا ستات، معروف 45% من الستات ما عندهم وقت، دائما بيقولوا لك ما معنا وقت نهتم بحالنا. كيف بعشر دقائق وحده من هاول الاشياء اللي حنمرقهم تهتموا بحالكم؟ يلا. اول وحده، اول ما نوع الصبح كثير مهم to refresh yourself. يعني منغسل وجهنا اكيد مش بالماء، بدنا جل اكلا، بدنا موس اكلاتونت، بدنا روايح حلوه. حنشوف الصوره الحلوه المهضومه هلا، بس ايوه. سو كثير مهم الصبح وقت نقوم نعمل شيء ريفرشينج، يعني نغسل وجهنا اكيد مش المي لوحده لانه ما بينظف، بس في كتير صار جل موسان، في روايح حلوه بتحس في فريشر، يما رشه، في شيء كمان فيتامين سي، يما بناخذ دوش بجل في اروماتيك، في روايح حلوه، بنحط كريم على جسمنا بتعطينا روايح حلوه. اذا ما معنا وقت نحط الماسك مثلا بالليل، وقت ناخذ جل شاور، بدنا نفوت على الشاور، بدنا 10 دقائق بنحط هالماسك على وجهنا، بهيدا الوقت بنكون تحممنا، نطلع بنشيل الماسك، بنحس وجهنا عم بدوس، وها بتعلي المعنويات. تاني صورة، بنحط الوان على حالنا، يعني انا اليوم بس حاطه روج الاف، هيدا روج الاف حسيت انه ملونه مع انه لابسه ذهبي، بس تنحسب حيالله ست فيها تعمل مكياج لعيونها، فيها تعمل لشفافها، فيها تعمل على اليمين اي لاينر، على الشمال بس حواجبها، رسمت حواجبها، شوف هالمنظر، يعني كل وحده احلى من الثانيه بس بنقطه لون بوجهها. بعشر دقائق. بدقيقه هيدي بتاخد. هيدي بدها تاخد بس دقيقة، يعني تصور الحمرة بتاخد دقيقة، بس شفت هالكولار اللي هلأ دايرجة، عطيت لون لوجهها، وقت نعطي لون لوجهنا منطلع بالمراية منحس انه خي في رونق، في شي، في شي عم بيقلك انا حلوة. ثالث وحدة ايفورير، بدنا نضحك، هلأ اخر دراسة بتقول قد ما بنضحك حتى لو بدون سبب منحس انه عليت معنوياتنا، اصلا بيفرز الجسم مادة كمان بتعلي هيك 100%. هلا الستات ان كان جسمهم حلو يما مش حلو، اذا اخذوا كومبليمون بفستان، بتسريحه، بشوستور، بلوك، يرجعوا اذا محبطين يرجعوا يعملوا، يعني يتذكروا انه يي هيدي الست قالت لي، يما هيدا الرجال قال لي هالفستان اللي بقلك وطالعه حلوه، تلبسه اذا محبطه، بتحس انه معنويات كتير عالية. في عندي صاحبتي منا جسمها اكيد مش هيك، يعني تقريبا بالسان كيلو، شوي عريضة، بس انا بلاقيها قمر، لبسها كتير حلو، ضلني اتغزل فيها، بقول لها انا ما بلاقي تياب مثل ما انت بتلاقيهم على الموضة والوان حلوة ومتناسقين مع جسمها، دونك كلنا بحاجة حدا يتغزل فينا. سو حلو نلبس شيء، يما نعمل كوافير، يما ميك اب، يما لون فيرني، بتعلي لنا معنوياتنا، وبمجرد
ما شخص قالنا ان كان ست يا ما بنتي يا ما ابني يا ما حدا قالنا يو لوك جريت توداي، هيدي لوحدها بالنسبه للستات تسوى الدنيا. بس اذا شاف شادي قال شيء يحبط زياده قد ما تنزل له من معنوياته لابو الزول. جميلك يا جي. هلا كثير مهم البشره تكون حلوه، لانه نحن كستات اذا شفنا شويه تجاعيد، شويه ترهل، الجلده فيها بور ديلاتي، مسام مفتوحه، بيصير عنا احباط مش طبيعي. يعني نحن من عمر العشرين سنه وطلوع، كيف لازم نحضر بشرتنا؟ كتير هين، إذا عملنا بيلينج بياخد دقيقتين وماسك بياخد 3 دقايق، قيمتهم $60 وبيطلع لنا سواء إكلا عنا بالانستيتيو كادو، هيدي مرة بالأسبوع بتنعمل، منحس تاني نهار إنه عن جد كتير كتير مرتاحين. دايما أنا بفضل ينعمل البيلينج والماسك قبل بليلة حتى تاني نهار نشوف الإشراك، خصوصا إذا عنا مناسبات. هلا جاي العيد، في كتير ستات حسوا وجههم تعبان، بنصحهم بالاف اي 1 اف اي 2 بلس، مقدمت لهم كادويات بالانستيتيو، يعني بقيمه $100 يتغنجوا عنا، ان كان بسبا بالكافيتيشن بكتير اشياء. سو كمان باول فقره اللي هي كيف تهتمي ببشرتك، $200 كل ست بتاخذ كريماتها يا ما بيلينج وماسك، بنقدم لها سواء اكلاع عنا بالانستيتيو. واكيد للي حابه تتعلم كيف تعمل الميك اب كمان بتاخذ الميك اب من عنا وبنعلمها كيف تعمل الميك اب وبنطلعها بمعنويات عاليه. هلا السوان بالانستيتيو غير شكل، دائما وقت نعمل بيلينج وماسك انجا نفرك حالنا، بالنسبه لنا مثل ماشينال، يعني مثل ماشين كانه عم تفرك وتشيل، ما في ريلاكساسيون. بس بالانستيتيو وقت نعمل سوان في يكون قيمته من $50 وطالع، بتحس اتغنجت، والست وقتها تتغنج بتعطي كثير كثير، لانه بنتعب بالشغل، بنتعب مع الاولاد، نتعب لنحضر افطارات لجوزنا، مع انه يا حبيبي بيساعدني كثير. سو كثير مهم نحس حدا عم يهتم فينا حتى لو ساعه بالشهر. وهيدي في شيء بالانستيتيو بده ساعه وفي شيء بده نص ساعه. سو علينا نحن نهتم بحالنا، نشيل هالاماونت من قدام كل شيء بندفعه، لانه نحن بحاجه له وبحاجه انه نتغنج بطريقتنا حتى لو مره كل 3 اشهر. صحيح. مزبوط يا ملا؟ وانت كمان هلا بوجودك دائما بحسوا حاله انه عن لازم يتغنجوا، يعني هالنصيحه اللي عم بعطيهم اياها خاصه اذا زاروكي. يعني هلا في ست مهضومه كثير قالت لي بمجرد ما احضرك واسمع صوتك وكل الحكي بترق اعصابي، which is very good. هلا كيف نهتم بايدينا؟ هلا بتعرف في كتير ستات بتقول لك انا بروح مره بالجمعه تا اهتم بضفيري. هلا البوز برني بياخد عن جد 10 دقائق، بينبرد، بينحط لون، بينعمل مساج للايدين، بتحس انه اللي قبالك سالتك كيفك مدام، بمجرد ما قالت لي انا وعم بعمل ضفيري كيفك مدام، بحس انه ارتحت. سو هيدي حجه وبلاس تيكونوا ضفيرنا مرتبين وحلوين انه نروح عند المانيكوريست. في كتير ستات بيقولوا لي ما معنا وقت، فضل تجي لعنا. مش ذات الشيء، وقت تروح عم بتكب همك على غيرك، عم بتحس انه طلعت من البيت، قعدت بانتوراج، سلمت حالي لغيرك. فوالا، ميوزك حلوه، الستات عم يقرقروا مع بعض، وحده حكيت هم في هي عندها ذاته. سو في كتير اشياء منفش خلقنا فيها باشياء بسيطه بدون ما تكلف كتير، يعني انجا يمكن $5 البوز فيرني اللي بتاخد 10 دقائق. نعم. سو دائما بنلاقي وقت، يعني فيكي تتغنجي وفيكي تغنجي كمان، مش بس انت دائما بتنصحي الستات يتغنجوا. يا عن جد قد ما بقول غنجوا حالكم، الله عم يبعث لي اكيد يعني معنويا. الستات بغنجوني بالانستيتيو، الموظفين تبعي بالانستيتيو، جوزي بيضلوا يغنجني. سو اتس جيف يو باك. طيب جوزك مين بيغنجو؟ انا اكيد بيسترجي. والله ما بيروح عند ماجي على عم بلا عم بلا اوقات. اوقات في اشياء سبيسيال رجاليه لازم ماجي بيوتي فور مان بخصوصي للرجال. هلا حنشوف اخر وحده اللي هي ضفير الاجرين. بعرف انا من الرجال انه في كتير بهمهم بيطلعوا اول شيء على الباديكير. مزبوط.
مزبوط. إيه انت خبرني. إيه اكيد هو اكثر شيء بيلفت في عالم عنده عقده اصابع الاجرين، في عنده عقده الشعر، عقده الاسنين، عقده العينين، المنخار طويل او صغير. في عالم عنده عقده وكتار اصابع الاجرين نضاف ومرتبين وحلوين. هلا بمجرد ما حطينا لون حلو، لبسنا كعب صغير، فستان، حيالله فستان هيك كوكات، منحس وكمان علومية، طبوا شعراتكم، انكشون وطلعوا، حطوا رجلاف، بتحسي حالك وحدة تانية. شو ما كان وزنك، شو ما كانت بشرتك، شو ما كان مش مزبطة حالك، عن جد عن جد من وتمشي وتغندري. شوفي شو عندكم طرق لتتغنجوا لتروقوا حالكم بعشر دقايق. وبلاس كتير كتير مهم، الكتاف يكونوا عاليين ريدراس، والقامة هيك ماشي بتغندر عن جد ويفيل، وتحسي انه انا حلوة، تحكي بينك وبين حالك بالمرية انا حلوة. بس انا اكيد الواحد ما فيجي بس عشر دقايق لعندك جين. هلا اللي بفوت للاسف ما له قلب يطلع. كلهم بيقولوا لي بدهم يبعثوا مع عشاتهم ومع جوزهم ومع عيش العائله، مع انه كل شغله بيحطوها عنا بالانستيتيو بيشوفوها كثير اكثر، يعني بيعملوا كثير اشياء، وخصوصا نحن برمضان كريم عاملين اوفريت. كمان حنكفي باوغست، زيت الاوفريت حيكونوا كثار، فيهم يشوفون على الويب سايت، واكيد يتصلوا بجميزه وبصيدا تيتغنجوا الماكسيموم. ولكل الستات، في كثير ستات جايين يما كابلز يما عائلات على العيد على لبنان، زيت التغنيجه اللي خبرتكم اياه كل رمضان بتلاقوه كمان على العيد عنا بالانستيتيو. شو في غنج، يعني صار عنا اوفر دوز غنج منك يا جيم. هلا في عنا بروموشن كثير حلوه بنحضرها سوا وبنعلق عليها بعدين. يلا شو رأيكم نشوف سوا مين حب يعمل الـ FA2 غير جين نصار؟ أنا فيفيان أنطونيوس، إلي أكثر من 15 سنة بمثل، وإنه سر جمالي الكبير، القسم الكبير منه هو جيني اللي عم تحافظ عليه. بس لما سمعت عن الـ FA2 حسيت انه بتساعدني كثير كممثله، لانه بتخليني حافظ على ملامح وجهي وما اتغير. ان شاء الله يا رب تتشجعوا مثلي وتجوا عند جين نصار. حنشوف نهار الأحد فوق العشرة ستارز لبنيز ستارز عملوا الـ FA2 وشو رأيهم؟ نرجع بنقول الـ FA2 ما عنده ولا سايد إفكت، وما بدهم يظهروا ويقعدوا ببيتهم جمعة، فيهم يظهروا ساعة البدن، ولكن شوية أحمرار ما بعدها مثل ما شفنا فيفيان أنطونيوس بيفور وآفتر بعد ساعة، ولا كأنه في شيء عملته، يعني في هيك رونق وزهرة. هي بدها ثلاث جلسات لفوق الأربعين وتحت الأربعين جلسة واحدة. مزبوط هيدا. مزبوط. طيب جين، لكن أنا بقول لك يعطيك العافية، نشوفك على الراد يوم الاثنين، يوم الأحد. يوم الأحد. النهار الأحد كثير حلو الحلقة. الاثنين شخصيا. الساعة 11. إن الله. ثانك يو. لكل المشاهدين مكملين احنا وياكم عالم الصباح، بعد هالوقفة رح نكون مع أولادي بالدنيا مع مايا.